على 13 ممكن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء رجل من الإنسان يبايع على الهجرة. طب عشان ننتهي بس، نعم، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ونبي انه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجره وترك ابويه يبكيان، فقال ارجع اليهما واضحكما كما ابكيته. نعم، ما أدري ما كان الإخوة الأفاضل وضعوا رؤيا هنا، وكنت أعلم أن هناك من يتقن التأويل، ما أدري أولها أو ما أولها. الإخوة ما أتيني بتأويلها، لو أصلا المتفائلة أو من المشرفين من يضع الرؤيا مرة ثانية هنا، لعله يكون موجودا ما كان موجودا، لعله يكون موجودا فيؤولها إن تفضل علينا أن يفعل ذلك. جزاكم الله خير. أقول جاء رجل أن الإنسان يبايع على الهجرة، وهذه المبايعة على الهجرة، وهذا كانت واجب فرض بأنه لا بد من الهجرة، وكانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، لأنها كانت دار كفر، فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني صارت دار إسلام، فلا هجرة في هذا الباب. نعم، وقال يبايع على الهجرة وترك أبويه يبكيان، وهذه فيها دلالة. أما البدو فقال كونوا على ما أنتم عليه، لكم على المسلمين وعليكم على المسلمين، يعني إن هاجرتم كنتم كذلك، وإن لم تهاجروا فأنتم لكم الإسلام ولكم النصر إلا عقوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني لو لم يهاجروا وأصلا لهم الإسلام واستنصروهم في الدين ينصرونهم إلا على قوم بينهم وبينهم ميثاق، كما في سورة الأنفال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وترك أبويه يرجع يبكيان، فقال ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما. والمبايعة عبارة عن المعاقدة على ذلك أو المعاهدة عليه، كأن كل رجل منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته وداخلة أمره. والهجرة يعني في الإسلام كانت من مكة أرض الكفر إلى أرض الإسلام، وهي باقية إلى يوم الدين، أنه يجب الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، إلا لا يجد مكانا، هذه مسألة فيها أمر يعني نظهر في يعني ينظر في هذا الأمر، يعني الفتوى تكون خاصة ليست عامة، وإلا فالعموم حرمة السير إلى بلاد الكفر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس من أظهر المشركين. والهجرة الثانية من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين. الهجرة الأولى هجرة أن المرء إلى ربه جل في علاه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا إلى الوطن الأصيل. هذه هجرة من النفس إلى الله جل في علاه، هجرة من الدنيا إلى الله جل في علاه، بيع النفس لله جل في علاه. الهجرة الثانية هجرة الأبدان، هجرة الأعراب وغزا من هاجر من الأعراب وغزا من المسلمين، لم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة الأولى، وهي هجرة أيضا مكة التي خرجوا منها في هذا الباب. قال هاجر وترك أبويه يبكيان، وهذا من الأعراب من البدو وليس من أهل مكة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع لهما واضحكهما كما أبكيتهما، هذا كله دليل على عظيم فضيلة بر الوالدين. وحتى الجهاد لا يصح الجهاد إلا بعد إذن الوالدين، يعني جهاد الطلب لا يصح الإنسان أن يذهب إلا بعد أمرين، إذن الوالدين وإذن ولي الأمر، وأن آكد الجهاد أن يكون تحت أقدامهما يجاهد في برهما. وفي حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين إذا كان مسلمين، هذا صحيح، لا بد من إذن الوالدين ولا بد من إذن ولي الأمر أيضا. وفي الحديث فضل بر الوالدين وتقديم ذلك على الجهاد، وفيه أن الإنسان إذا أخطأ يعني ليس العيب عليه أن يخطئ، ليس العيب على النبي أن يزل، العيب ألا يصلح ما أزل فيه، أو إن رجع لا يرجع، لذلك استدراك الخطأ، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، وفي دلالة على الخوف والرعب من التعدي على مكانة الوالدين، فهما خير الناس وهما بوابة الجنة للإنسان. اللهم اجعلنا من أبر الناس بهم بعد موتهم يا رب العالمين. الفاضل المستنبطة، تأكيد بر الوالدين من أفضل الطاعات على الإطلاق، استدراك الخطأ من أفضل سمات الرجل، بر الوالدين أفضل الأعمال بعد توحيد الله جل في علاه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.